انت سعيد منذ بدايه اليوم بالتفاعل والتواجد الكبير والعريض من جمعيه العموميه، وانت دايما واثق في جمعيه العموميه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم وصباح الخير على مصر وصباح الخير على كل الاهلاويه. النهارده عرس ان شاء الله، النهارده اعضاء النادي الاهلي جايين يكتبوا دستور النادي الاهلي. عمري ما راهنت على عضو الجمعيه العموميه المحترم بتاعت النادي الاهلي وخسرت الرهان. ان شاء الله انا على يقين ان جمعيتنا العموميه هتبقى أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية، لأن النادي الأهلي كيان ومؤسسة عظيمة. النادي الأهلي هو الهرم الرابع في مصر، النادي الأهلي هو الرائد في كل حاجة، وإن شاء الله اللائحة ودستور النادي الأهلي ده اللي سطروا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة هيبقى هو ده الدستور اللي ناس كتيرة قوي وأندية كتيرة قوي هتاخده، بحيث إن يبقى هو ده المنهج بتاعها وهو ده اللي هتبدأ عليه إن شاء الله. لان النادي الاهلي زي ما اقول هو رائد في كل حاجه، يعني اكيد هو رائد بالتاكيد. ولكن هاخد معاك ما لمسته في بدايه اليوم، شايف الناس جايه من بدري استاذ خالد ومهتمه وعندها تفاعل وعندها صراع وسباق ان تحط الصوت، ده شيء مش جديد على النادي الاهلي. بص، النادي الاهلي الناس خايفه عليه، والنادي الاهلي زي ما قلت حاجه ومؤسسه ناجحه ومؤسسه عظيمه وكيان عظيم محتاجين منه. واكتر ناس تحس بقدر النادي الاهلي هم ولاد النادي الاهلي، هم اعضاء النادي الاهلي اللي عملوا المبادئ واللي عايزين يمشوا بنفس الاسلوب اللي احنا كنا ماشيين بيه زمان واللي اتعلمناه من اهالينا ومن الاجيال اللي قبلينا. وزي ما بنقول دايما اجيال بتسلم بعض وكل الناس ماشيه في خط واحد. فده اللي يعني شوف، الواحد بيحب يتربى واتولد جوه النادي الاهلي، سواء انا او خالد الدرندلي بنعشق النادي الاهلي، بس يعني بيزيد حبنا بالناس دي. بتشوف قد ايه الناس بتحب النادي الاهلي، بتشوف قد ايه الناس عايزه تحافظ على النادي الاهلي، فده بيتخليك زياده في الانتماء وكده، وربنا يقدرنا ان شاء الله. كلامك من قلبه حاجه، بس من غير ما اقطع كلامك، انا كنت بتكلم معاك لسه من 10 دقايق، انا واقف هنا الناس وهي خارجه والله العظيم كل واحد يتكلم يقول ايه، بنشكركم، احنا بنشكركم على اللائحه وعلى النظام. فدي حاجه تفرحنا وحاجه تسعدنا جدا. يعني انت كل لسه بتقول راي الناس، لا الناس خارجه مبسوطه والناس جايه مبسوطه وخارجه بعد ما خلصت العمليه الانتخابيه او التصويت، خارجين بيقولوا والله، بيقولوا دلوقتي احنا بنشكركم. الكلمه وسام، يعني بشكرك. في ناس جت تقول لنا عايزين الامضه بتاعتكم على حاجه زي دي، مش احنا اللي عملنا، هم اللي عملوا. كل الانديه في مصر بتعمل ايه؟ بتعمل لائحه والناس تروح تصوت عليها. ممكن تبقى 150 بند انت موافق على 30 ومش عاجبك الباقي، لكن اللي انا عايز اقوله انك انت النهارده اما عملت وفتحت الحوار المدني المجتمعي وعملت الورش وخدت استفدت بكل الاطياف وبكل الخبرات، سواء استثمار، سواء شباب، سواء مراه، سواء رياضيه، سواء عاملين جوه النادي، كل استفدت بكل الخبرات دي وكل الاقتراحات دي وغيرت اكتر من حاجه و50 بند. كل ده معناه ايه؟ معناه انك انت جاي تصوت على بند، لانك انت اوريدي خدت شهر ونص او شهرين في حوار مجتمعي. فدي حاجه كبيره، حاجه جديده، وانا شايف النادي الاهلي يعني سباق فيها ورائد فيها، واتمنى ان كل الانديه تسلك هذا المنهج، عشان في الاخر انت عايز تعظم دور الجمعيه العموميه وليس تعظيم دور مجلس الاداره. فلازم اللي يحط اللائحه بتاعت ودستور مستقبل ولاده واحفاده يبقى عضو الجمعيه العموميه وليس مجلس الاداره. اخيرا وليس اخرا، اليوم شايفه الاعضاء جايين بحب، جايين بحب، جايين بحب وعقيده، توافقني؟ اوافقك 100%. واقول لك حاجه، المختلف او المعارض قبل المحب. ليه؟ لان ده بيرسم دستور النادي الاهلي لاولاده واحفاده. اكيد بشكرك. دايما سعيد. شكرا. شكرا لحضرتك. كان يوم سعيد وابتسامات من اعضاء مجلس الاداره، مؤشرات بتدل على شخصيه النادي الاهلي اللي وصلت لكل محبيه، سواء من اعضاء جمعيه عموميه، سواء من ملتفين حوله. لك الكلمه زميل عزيز بالخطيب، ولك كل جديد لحظه بلحظه معك على طول.